هذه الأعلام أعطت بالمفهوم الحالي دلالات على وجود الدولة وأصالة الدولة. فيه نجمة يعني هذه ما فيها شيء، خاطر دائما هذا الدرابوات تاع العرب عندهم فيهم نجمة وهلالات. كان مثلا يبحثوا يعني في ليزارسي بالك يصيبوا الإعلام الحقيقي. قال كونتونا رير سيسا نيتي باي اون ريونيون في 18 رئيس سوق الجمعة، قال لك تو الموند بريسك بلوري. في السرية التامة تعرف حتى التقطع كي قطعنا قال لي ردي بالك طريف من القماش يخرج ولا على الباب. اوليو دو فير سات انجل 80 دوغري هو دارو 60 دوغري. كان العلم الوطني وما يزال أهم علامة مميزة لأي جيش أو دولة عبر العالم. وتقول آخر القواميس إن العلم عبارة عن قطعة قماش تحمل ألواناً ذات دلالات سيادية لأمة أو دولة أو فرقة أو اتحاد معين. وأعطت الأعلام بالمفهوم الحالي إشارات على وجود الدولة وأصالتها وكيانها. من ضمن النصوص مثلاً التي عثرت عليها أن هناك نص يتكلم أنه في وقت يغرطة، في زمن يغرطة، أن قوات يغرطة جاءت في مكان أخفت نفسها على القوات المعادية، فيقول النص أن الجيوش اختفت حتى لا يكاد يرى منها إلا رايتها. وللعلم تسميات متعددة، فهو الراية، اللواء، والعلم. وكانت للعلم أبعاد دينية واضحة عبر العصور، ففي الإسلام ظهرت معانيه الروحية جلياً، خاصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي العهد الإسلامي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية عهده بعد هجرته الميمونة إلى المدينة المنورة أقام النبي صلى الله عليه وسلم نواة دولة الإسلام، فكون جيشا، وكان لابد لهذا الجيش من علم، من علامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجيشه على سبيل المثال في بدر كان له علمان، علم أسود وعلم أبيض. وأيضا نأتي إلى مكانة العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثلاث قرارات عند خروجه إلى بدر. أيها المهاجرون والأنصار حافظوا على وصايا النبي في الحرب. ما هي هذه القرارات؟ القرار الأول من يؤم الناس في الصلاة في غيابه صلى الله عليه وسلم. القرار الثاني من يدير شؤون المسلمين في غيابه. القرار الثالث من يحمل لواء النبي في غزوة بدر. في غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل اللواء زيد بن حارثة، فإن قتل فيعني ابن عمه جعفر ابن عبد المطلب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهنا في الغزوة قتل زيد فحمل جعفر اللواء، فقطعت يمناه فأخذه بيسراه، فقطعت يسراه فتحضن العلم فصوب عليه واستشهد.
وهكذا بعد استشهاده حمل العلم عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم اصطلح القوم على أن يحمل اللواء، ومنه هو خالد بن الوليد. ويجمع المؤرخون على أن تاريخ الجزائر الطويل قد عرفت دوله قديما أعلاما مميزة، مثل ما هو الشأن بالنسبة للدولة الرستومية والدولة الزيانية التي كان لها علم أزرق به هلال أبيض، وقبلها كان العلم يطرز بخطوط، وفي العهد الفاطمي كان العلم أبيضا. لما جاء العثمانيون هنا جاءوا بالعلم العثماني وهو العلم الأحمر باللون الأحمر، واستمر هذا العلم الذي لأن الجزائر كان جزء، ثم العلم الأبيض مع البداية. وهنا لما جاء الفرمان لخير الدين باشا كبايلارباي على الجزائر، أرسل إليه السلطان مع الفرمان علم، هذا العلم كان لونه أبيض لأن العثمانيين اتخذوا اللون الأبيض واللون الأحمر واللون الأخضر، وهي أعلام ذات دلالات دينية. ولذلك لما جاء العلم الأبيض المرصع بالذهب بالخيوط الذهبية جاء فيه نص، يقول هذا النص إن هذا علم الدولة يرفع في مكان سيادة الدولة ويرفع مع طلوع الشمس بتحية عسكرية وإطلاق البارود، وبنفس الكيفية مع الغروب ينزل بتحية عسكرية مع إطلاق البارود. وجاء تاريخ الخامس من جويلية سنة 1830، حيث سقطت الدولة الجزائرية في أيدي استعمار فرنسي استيطاني، فاندلعت مقاومات شعبية عارمة عبر ربوع الوطن، نهضت تحارب المحتل الغازي. كان أهم ما يميزها هو وجود أعلام بعينها، ومن أهم تلك الأعلام نجد علم مقاومة الشيخ أحمد باي ذي اللون الأحمر، وعلم الأمير عبد القادر الجزائري ذي اللون الأخضر، والذي كتب عليه من جهة ناصر الدين، ومن الأخرى نصر من الله وفتح قريب. ومع مطلع القرن العشرين انتهت المقاومات الشعبية في الجزائر، غير أن نضال الشعب لم ينتهي أبدا ما دام الاستعمار قائما. حينما خرج عمال ميناء سكيكدا في 1910 يطالبون بحقوقهم، خرجوا في تلك الفترة وكان معهم في ضمن المظاهرة الوجوه الأوروبية، أي العمال من الأصول الأوروبية خرجوا معهم في المظاهرة، لكن بمجرد خروج من باب الميناء رفع الجزائريون علم أخضر به هلال أبيض. انسحب الأوروبيون هنا، انسحب الأوروبيون وتركوا الجزائريين يواجهون مصيرهم مع الشرطة والعسكر الفرنسي الذي وقف إليهم بالمرصاد، ومباشرة إطلاق النار على رافع العلم. وفي تلك الأثناء اندلعت الحرب العالمية الأولى، وتم تجنيد الجزائريين فيها وعلى الجبهتين، الاقتصادية من استمرار بناء البنية التحتية لأوروبا، والجبهة القتالية بالمشاركة في المعارك الضارية. ورأى الجزائريون أن مشاركتهم في الحرب تحت راية الكفر يعد مخالفة للشرع، فوضعوا راية خاصة بهم لونها أخضر بها هلال أبيض، فرفعوها
حتى يتميزوا عن غيرهم من جنود بقية الأمم. وتأسس حزب نجم شمال إفريقيا سنة 1926 متكوناً أساساً من العمال المغاربيين المهاجرين والعاملين بفرنسا، وظهر العلم الجزائري يومها. في بيت أحد المناضلين في نجم شمال إفريقيا هو بن أشنو حسين، وفي 20 شارع ديوروبو 20e arrondissement de Paris. في الطابق الثاني اجتمع المكتب السياسي بأوراق بيضاء وأقلام ملونة وبدأ النقاش. في البداية اتجه الأمر إلى العلم الأخضر لكونه استمرار للمقاومة وما إلى ذلك، إلا أن البعض من الحضور من أعضاء المكتب السياسي رأى أنه هذا لا يفي، يجب أن يكون هذا العلم له ألوان ورسوم تحمل دلالات لقضية تحررية بمعنى الكلمة. أنا أحسن معلومات ديالي الأخضر كان اللون الأخضر يمثل تونس، الأبيض يمثل الجزائر، الأحمر مراكش، يعني ألوان ديال الشمال أفريقيا. وهذا يا زمان هادشي اللي سمعته. الأبعاد التاريخية اجتمعت في ألوان الأمير الأخضر والأبيض وأحمد باي الأحمر والأبيض والأخضر في المقاومة الشعبية، ثم أيضا رأوا أيضا الأبعاد الجغرافية اللي هي الأحمر والأخضر في العالم المغربي والأحمر والأبيض في العالم التونسي، وكذلك قاموا بالاتفاق على الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأبيض. ثم ظهر العلم مجدداً في مظاهرات أوت من سنة 1934 بقسنطينة بعد تلك الأحداث التي تسبب فيها اليهود. وقع في قسنطينة ما يعرف بأحداث قسنطينة، وهو قيام اليهود إلياهو بتنجيس المسجد في قسنطينة، ممن جر عنه كادت تكون حرب أهلية بين الجزائريين المسلمين واليهود. يوم الأحد 5 أوت 1934 الساعة 2 زوالا حضر في هذه القاعة في ضواحي باريس 800 مناضل، وهنا قام زعيم ووضعوا العلم وغطوه، غطوا العلم بإزار أبيض ووضعوا عليه حارسين شابين، وذلك لإظهار حرمة ومكانة هذا المخفي. وهكذا قام السيد مصاري الحاج وألقى خطبة كبيرة أمام هذا الجموع وقال لهم: اليوم أصبح لنا كيان، وأصبح لنا اسم، وأصبح لنا رمز، وأصبح لنا وجود، ويرمز إلى كل هذا هذا العلم. وأنا كنت قريت مرة في جريدة الأمة صادرة في جوية 35 يقولوا بالجزائر احتفلوا ب 14 جويلية مع فرنسا بالأعلام في ثلاث دول الأخضر والأحمر، ولكن ما بينوش كيفاش يكون. هذا اللي كان مثلا اللي بحثوا يعني في ليزارشيف ديال فرنسا بالك يصيبوا الإعلام الحقيقي اللي تمشوا به الجزائر في 35. نعم، إنها مظاهرة 14 جويلية 1935 التي خرج فيها أكثر من 30 ألف جزائري مسلم يتوسطهم العلم الجزائري.
ثم ظهر العلم مجددا في مظاهرات 14 جويلية من عام 1936. ويعاود نفس العلم الظهور في الجزائر سنة 1937. كان ذلك بمناسبة مظاهرة مؤيدة للجبهة الشعبية الفرنسية التي وصلت الحكم بفرنسا، وبأمر من الزعيم صالح الحاج المساندي للحزب الشيوعي الفرنسي. وقام أحد المناضلين من تلمسان وأحضر العلم يوم 13 جويلية بعد العصر، وبدأوا في التحضير وشاع خبر العلم. ففي يوم 14 الساعة 9 بدأت المسيرة من يعني بيلكور متجهة نحو ساحة السلطة، وهنا سار وراء العلم حسب التقديرات البوليس الفرنسي أكثر من 25,000 جزائري يرددون نشيد نجم شمال إفريقيا، نشيد الحركة الوطنية فداء الجزائر، وأمامهم الكشافة. وكان الذي يرفع العلم شاب طويل، هو سائق تاكسي لكن طويل جدا، يرفع العلم بعصا طويلة، وكانت كل الناس تزغرد وتهلل لهذا العلم. ولكن ما هو شكل ولون العلم الذي رفعه الجزائريون خلال تلك المظاهرات الحاشدة، وكيف تفاعلوا معه؟ هذا العلم فتحته جدار، فتحته بنت مصالي، وندخل باللي يما يعني صناعة العلم. هذا العلم الحاضر كانت لي مناسبة، بس لقيت كنت انتقل كنت خميس مع محمد قنانش اللي كان مسؤول في حزب النجم الافريقي وفي حزب الشعب. قلت له سي محمد كيفاش كان الإعلام للشعب؟ وشيتو مظاهرة في 14 جويلية 1937 في الجزائر. قال لي الإعلام كان هذاك النهار متكون بقماش كبير لونه أخضر، وفي زاوية ديال الإعلام كان بيض، وفي وسطو جملة وهلال. هذا الكلام هذا كان سمعت من عنده في 26 ديسمبر 1929 بالطبع، وسجلته باش ما ننساش. هذا الكلام يؤكده لنا السيد شوقي مصطفاي عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإنجاز العلم، حيث يقول من جهته: سو درابو افيك لوكيل ليزون ديسيلي دون دون ان ارتيكل دو بندي مراج جو كروا دون لو جورنال دون لو جورنال راكونت كومون ميسالي لوي ميم en 1937 a envoyé quelqu'un à Tlemcen pour chercher le drapeau que sa femme avait confectionné. On raconte ça. Ils sont allés à Tlemcen, ils ont ramené le drapeau, ils ont défilé avec. Et la sœur de Gnanich qui a confectionné et cousu le drapeau au modèle unique, il n'en a pas fait plusieurs, ils ont fait un seul, a été ramené, et de peur que la police ou les ne découvre ce drapeau et leur cause des ennuis, ils l'ont plié et scellé dans le mur. C'est écrit dans l'article de Bendy Meret, et il le rapporte à la sœur de Gnanich. Le drapeau avait été fait par la sœur de Gnanich qui était